من هنا من عروس الشمال. بعين على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وعدم إهدار النقاط، وبعين أخرى على مواجهات منافسيه الجزيرة والفيصلي، حل الوحدات ضيفا على الحسين أربد، وكله أمل باقتناص الصدارة ولو المؤقتة. وعليه دخل أبناء العراقي عدنان حمد مهاجمين منذ الدقيقة الأولى، ومعها بدأت سلسلة الهجمات الخضراء ومن كافة الطرق، ولم تكتمل الدقيقة 15 حتى فاجأ منذر أبو عمار الحارس صلاح مسعد بتسديدة بعيدة استقرت داخل شباكه. الهدف الأول، جول جول جول. بعد الهدف تحسن أداء الحسين أربد وتناوب مع ضيفي على إهدار الفرص، وكان كلا الطرفين قريب من التسجيل. صاحب الأرض بحث عن تعديل الكفة سريعا، فغاب الحظ عن بعض كراته وحضرت براعة الحارس عامر شفيع في أخرى. أما الوحدات فلم يكن بالخصم السهل، وكان هو الآخر يسعى إلى تعزيز تقدمه لولا تسرع لاعبيه في العديد من الهجمات. هذا إن تحدثنا عن الأول. أما الثاني فغاب فيه الحسين أربد وتسيده الوحدات، ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى هز حسن عبد الفتاح المدرجات الخضراء بهدف التقدم الثاني. ردة فعل صاحب الضيافة لم تحمل الخطورة الكافية رغم خروجه من مناطقه، فلم يتمكن من الوصول إلى مناطق خصمه إلا في هذه الكرة التي تألق عامر شفيع في إبعادها. انفرادة الحسين أربد هذه لم تصدم الوحدات وأجبرته على البحث عن هدف الاطمئنان، وهو ما ترجمه حسن عبد الفتاح عندما أنهى كافة الأمور وختم على الصدارة المؤقتة بذات الطريقة التي أهدت فريقه الهدف الأول. نور الجاموس، صدى الملاعب.